الهيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير. أنشئت الهيئة في بدء الأمر تحت مسمى الجامعة الشعبية، وقد كان ذلك في العام 1945، وتغير اسمها فيما بعد إلى الثقافة الجماهيرية في العام 65. وفي العام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلى هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تؤول تبعيتها كاملة لوزارة الثقافة. وتتمثل أنشطة الهيئة في رفع المستوى الثقافي للجماهير في مجالات عدة مثل السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية، وكذلك خدمات المكتبات في المحافظات المختلفة من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات، وذلك على النحو التالي: في مجال الثقافة العامة، تنشيط الحركة الأدبية في المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبني الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة. في مجال المسرح، الاهتمام بنشر الثقافة المسرحية بين الجماهير والإشراف الفني على النشاط المسرحي بالمحافظات المختلفة. في مجال الموسيقى، رفع مستوى التذوق الموسيقي بين الجماهير ورعاية المواهب. في مجال الفنون الشعبية والحرف البيئية، دراسة الفن الشعبي بمدلوله الواسع ومأثورات شعبية زخرفية وفنون صناعية شعبية في كل بيئة، والإشراف الفني على فرق الفنون الشعبية بالمحافظات المختلفة. أهلا بحضراتكم معانا، وبالفعل خلاص دخل ضيوفنا، هنستقبلهم ونعيش معاهم لحظات حول الفن والثقافة، والموضوع مش بعيد عن بعضه أبدا لأنهم مرتبطين ارتباط وثيق. الفن أحد الأذرع الرئيسية للثقافة لوصول المواطنين والتأثير فيهم، وهو أحد قوانا النعمة بكل تأكيد. النهاردة بيسعدنا أن احنا نستضيف دكتور أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا بحضرتك معانا دكتور أشرف، وبنشكرك على الجهد المبذول معانا في مصر جميلة من خلال يعني الفرق الجميل والرائعة اللي شرفتنا طوال شهر رمضان، واللي بتشرفنا تباعا في حلقاتنا في مصر جميلة علشان نسعد الجمهور بيها. شكرا جزيلا لحضرتك. أكيد بكل تأكيد، شكرا لحضرتك. وإلى جواره بنستقبل أيضا الأستاذ ماضي توفيق الدقن، ابن فنان الراحل العظيم توفيق الدقن. أهلا بحضرتك أستاذ ماضي. احنا سعداء بوجودكم معانا، وزي ما قلنا كده اكيد في علاقه وثيقه بين الفن والثقافه، فالفن احد الاذرع الرئيسيه للثقافه. دكتور اشرف، احنا سعدنا النهارده، وعلى مدار الحلقه هنستعرض بعض العروض اللي بتقدمها فرقه الغربيه للفنون الشعبيه، وده طبعا تابع لهيئه قصور الثقافه. هيئه قصور الثقافه الهدف الرئيسي منها نشر الوعي الثقافي بين الناس طوال عمرها، سواء لما كان اسمها الجامعه الشعبيه في بدايتها او لما تحول بعد كده لثقافه جماهيريه ثم لهيئه قصور الثقافه. ليه دورها تراجع في السنوات الاخيره؟ ازهى عصورها كانت الستينات ربما، يعني دور الثقافه الجماهيريه بيتراجع، اكيد في تاثير من عوامل كثيره. نعرف من حضرتك ليه تراجع. انا هسعيده هعيد عليك السؤال. ليه مصر كلها دورها تراجع خلال السنوات الماضيه؟ ايوه، لما مصر كلها دورها تراجع، هيئه قصور الثقافه او الثقافه الجماهيريه هي جزء من مصر. تراجعت كما تراجعت مصر. امتدت اليها ايادي الفساد كما امتدت الى مصر كلها. امتد اليها الاهمال كما امتد الاهمال الى مصر كلها. امتد اليها عدم المبالاه والتعامل الفردي مع الاشياء والنأي بالذات بعيدا عن الواقع. عندما كانت هناك اراده سياسيه لتحويل مصر الى جثه هامده من اجل العيش فوق همادنها، يعني لو احنا حبينا نقول صح التعبير، كانت هناك كده. وعندما اصبح الان لدينا اراده سياسيه ان مصر تعود الى ما كانت عليه، اعتقد في مده وجيزه جدا استطعنا ان احنا ناخد خطوات
غير مسبوقة على فكرة تاريخيا، يعني بعد الثورات، ونرجع للثورة الفرنسية ونرجع لثورات متعددة يعني، ويتشاف بعد الثورة الناس قعدت قد إيه في حالة دمار، ونبص على الخريطة اللي حوالينا ونشوف الثورات عملت إيه في المحيط العربي. مش كلام من باب الترديد يعني المونوتوني، لا بس بالفعل يعني، بصوا يعني نطلع بره المشهد شويه ونبص عليه من بعيد، هتكتشفي حضرتك ان بالفعل ان احنا عندما اصبحت هناك اراده سياسيه للاصلاح اطعم اشواط كبيره جدا بالقياس للزمن، مش بالقياس للي احنا محتاجينه، احنا محتاجين قد ده عشرات الاضعاف، ولكن بالنسبه للزمن تم قطع شوط لا باس به. اعتقد ان هذا هو سبب التراجع الحقيقي، التراجع لم يكن خاص بهيئه اصول الثقافه صحيح. ولا بوزاره الثقافه ولا باي وزاره، التراجع كان خاص بمصر كلها، مؤسسه يسري عليها ماسي على المؤسسات ماسي على الوطن كله يعني. نعم. بس هي لانها، وده نتكلم بعد شويه عشان ما نقولش يعني، لانها من اكثر الهيئات تاثيرا نعم. ومن اكثر الهيئات تواجدا ثقافيا في كل محافظات مصر، ف يعني اي نسبه مئويه منها تفشل تشكل عائق او تشكل ضوضاء صحيح. يعني لو قلنا 10% منها فشل او بيشتغل خطا او عنده ملاحظات، 10% بس من ال 600 موقع يعني 60 دول يعملوا مشاكل كبيره جدا يعني. لا هو فعلا، وبرده اهمال الثقافه على مدى سنوات طويله ده كان له تاثير، فاحنا انتبهنا دلوقتي لاهميه الثقافه لان الانسان هو محور التنميه اللي احنا عاوزين نعملها الصناعيه والتجاريه والماديه، وبالتالي لازم نهتم بالانسان ونحقق له هذا القدر. هرجع لحضرتك واشوف خطتك في تنميه الانسان المصري ثقافيا. اروح للاستاذ ماضي توفيق الدين. وتوفيق الدين من المنوفيه اصلا يا استاذ ماضي. منوفية. هل له اي علاقه بقصور الثقافه في المنوفيه بالمناسبه يعني؟ هل لا، هو ما كانش في قصور ثقافه وقتها يعني، ما كانش لسه في، كان اجتهاد شخصي بقى كل واحد كده. طيب توفيق الدين، في كتير جدا من العلامات اللي ما حدش يعرفها عنه، احنا كلنا هو عايش في وجداننا حتى الان، مش بس من خلال شريط السينما لكن حتى من خلال حياتنا اليوميه احنا بنردد افهاته، زي ما قلت في المقدمه، احلى من الشرف مفيش، صلاه النبي احسن، حاجات عايشه في ذاكرتنا حتى الان. لكن هو يعني عنده حاجة كده إن هو كان عاش بدل الفائد، أو إنه كان في حاجة مشهورة في حياته إنه عاش ببطاقة أخوه الأكبر منه سنا وباسم أخوه الأكبر منه سنا. احكي لنا المفارقة دي. هو بس عايز أعلق على حكاية الإفيهات دي. اتفضل. هو مش كل ما بقي من توفيق الدين الإفيهات، بكل تأكيد ده تاريخ عظيم جدا صحيح. في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون، مرتبط بمؤسسات الوطنية المصرية تماما فيها يعني. هو كمان عامل في المسرح القومي، ويعني من الناس الكبار الموظفين المسؤولين عن المسرح القومي. اتفضل. بالظبط كده يا فندم. لا، كبار الفنانين اللي كانوا في عصر الذهبي للمسرح القومي. صحيح. دي حقيقة. فالإفيهات دي كانت بتبقى في أدوار هو شايف إن هي مش ما فيهاش حاجة قوي، فيحط لها التحبيشة دي اللي هو بيقول عليها. بس هو بدل فائد لأن له أخ هو اتولد قبله بثلاث سنين. أنا قلت الكلام ده كتير يعني، بس خايف الناس تزهق من كتر ما بقول. لا، ما نزهقش من قصص توفيق الدين. وبعدين توفاه الله، وبعدين جه والدي بعديه بثلاث سنين. فكان جدي أنا يعني يحب توفيق الأولاني جدا ومتأثر بيه جدا، فرفض إنه يعمل شهادة ميلاد، رفض يعمل شهادة وفاة الأولاني وشهادة ميلاد للتاني، وفضل محسوب عليه ثلاث سنين فرق، فيقول انا بدل فائد عايش بدل فائد بشهاده ميلاد اخويا. وصحيح انه طلع معاش مبكرا ثلاث سنين بسبب هذه الشهاده. طبعا. فاثرت حتى على مسيرته المهنيه فيما بعد. بالظبط بالظبط. هرجع لحضرتك واشوف يعني توفيق الدقن الوجه الاخر، وخاصه فيما يتعلق بالمسرح، لان توفيق الدقن ممثل مسرحي عبقري بامتياز، وله ادوار لا تنسى على خشبه المسرح القومي اللي كان احد دعائمه الاساسيه. اذا كنتم بتشوفوه على شريط السينما، لان احنا محتفظين بشريط السينما، الا ان في مسرحيات كثيره جدا ربما لم تصور لكنها راسخه في وجداننا، ونعرف كويس قوي قدر توفيق الدقن فيها. نروح نشوف تقرير عن توفيق الدقن ونرجع نكمل حلقتنا مع حضرتك. فنان مصري راحل اشتهر ببراعته وقدرته الفائقة على تنوع الأدوار، حيث أجاد أدوار الشر والكوميديا في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية،
وحتى أصبح أحد رموز الفن المصري خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. ولد الفنان توفيق أحمد محمد الدئن يوم الثالث من شهر مايو من العام 1924 في قرية هوجين بمركز السنطة بركة السبع والتابع لمحافظة المنوفية، ثم انتقل مع والده إلى محافظة المنيا. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في العام 1950. بدأ الفنان الراحل حياته المهنية كموظف في السكك الحديدية وهو لا يزال طالباً، إلا أنه التحق عقب تخرجه من معهد الفنون المسرحية بالمسرح الحر والذي التحق به لمدة 7 أعوام، ثم بفرقة إسماعيل ياسين المسرحية لمدة 2، لينضم بعد ذلك إلى المسرح القومي والذي استمر في العمل به حتى وفاته. بدأ توفيق الدئن مشواره الفني ككومبارس عندما كان طالبا بالمعهد، وظهر لأول مرة في دور فلاح صغير، إلا أن ملامحه قد أهلته لأدوار الشر والتي أجادها، فاصت على نجمه وذاع صيته كأحد أبرز نجوم السينما في الخمسينيات من القرن الماضي. الفنان الراحل توفيق الدئن قدم أدوار الشر بشكل مختلف، حيث أضاف إليها المزيد من البهجة والمرح. نال الفنان المصري توفيق الدئن العديد من الأوسمة وشهادات التقدير خلال مشواره الفني، وفي يوم 27 من شهر نوفمبر من العام 1988 رحل عن عالمنا الفنان القدير توفيق الدئن. رحم الله الفنان القدير توفيق الدئن. لحضراتكم مرة تانية، ولسه بشرفنا ضيوفنا دكتور أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والأستاذ ماضي توفيق الدئن ابن الفنان الراحل توفيق الدئن. دكتور أشرف، إحنا بنعيش هذه الأيام حرب على الإرهاب، والحرب على الإرهاب لازم يسبقها حرب ثقافية، إن إحنا فعلا نستدعي قيم الاستنارة في مقابل قيم الجهل والظلمية، قيم الإبداع بدل من قيم الاتباع، كل هذه القيم. علشان كده لازم يكون هيئة قصور الثقافة في القلب من هذه الحرب الثقافية إحنا عاوزينها. بص يا فندم، هو الإشكالية دايما إن إحنا لما بنتكلم عن الإرهاب فلابد أن نرفع شعار الإرهاب، بمعنى إن تلاقي يقول لك إيه، الثقافة في مواجهة الإرهاب، الفن في مواجهة الإرهاب. ما هو يا فندم، أنا مجرد ما بعمل فن بقيت في مواجهه الارهاب، ده غير ما اتكلم عن الارهاب خالص على فكره. يعني انا الولد امبارح كان عندي افتتاح ملتقى الموهوبين في بنعمل ملتقى سنوي للموهوبين، وامبارح انا اصدرت قرار ان هو يبقى ملتقى شهري عشان نعمل حصاد الموهوبين في مصر كل شهر ويتعمل لهم ملتقى، وبالتالي نبقى بنعمل 12 ملتقى سنوي لاكتشاف الموهوبين يعني لسه امبارح بس. وانا بنتكلم قلت لهم يا جماعه، الولد اللي هيمسك ريشه، مش انا بقول ده، كل المثقفين على فكره، كل المستنيرين، كل يعني ده قول يعني متعاد، لكن بالفعل الولد اللي يمسك ريشه مش هيعرف يمسك بندقيه. يعني لما اشتغل مع اللون مش هيعرف يشتغل، الولد اللي بيسمع مزيكا مش هيحب ابدا صوت القنابل وصوت التفجيرات وصوت البارود، الولد يعني كلما يعني خدنا ولادنا باتجاه الإبداع والفن والثقافة ورسم البسمة والبهجة والإحساس بالاكتمال. يعني أصل الفنان ده بيعمل إيه؟ بيحس باكتمال، يعني هو شغال في اللوحة أي ما أنتج، إن شاء الله أنتج حاجة عبيطة في الآخر خالص، هو بيحس بالشبع. أول ما يحس بهذا الشبع النفسي القوي بيخليه في غنى عن إن هو يثبت ذاته بطرق عدوانية في الواقع، لأنه تحقق في أي نوع من هو تحقق في بعد. فأنا مجرد ما الثقافة تعمل جسور ما بين الأولاد أو تمهد لهم نوعية أمان، نوعية بالزبط. الفن اللي يتقدم إيه أصدمه، ممكن فن يتقدم يبقى مثير لكل ما هو ده، ما هو شبه فن زي اللي بيحصل ده دلوقتي، ما هو دي الفن لا ينقسم
على اثنين ما بتسيبش على اثنين. لا فن، اشكرك يا استاذه نهله، لا فن لا مش فن. فعندما نتحدث نحن نتحدث عن الفن، اما اللي مش فن فاكيد انا ما بتكلمش عنه عشان ما بقاش ودي صور فعلا موجود. نروح للفنان توفيق الدين، ويمكن اتكلم مع حضرتك استاذ مواضي انه يمكن الافلام هي الاكثر شهره بالنسبه له، ان هي اللي باقيه في شريط السينما، لكن المسرح هو ممثل مسرحي باقتدار، عمل مسرحيات رائعه، عمل عيله الدغري، عمل بدايه ونهايه، سكه السلامه، الفرافير، كان مبدع ومتالق فيها للغايه برغم صعوبتها، وعدد كبير جدا من مسرحيات المسرح القومي. كلمنا عن توفيق الدين كممثل مسرحي وعشقه للمسرح. لا هو طبعا يعني هو يحتاج ان انا لو اتكلمت عليه كممثل مسرح ان يحتاج يبقى حد متخصص في المسرح يتكلم يقدر يقول، ممكن انا تبقى شهادتي مجروحه، انما هو كان بالنسبه له المسرح بيته الاول. ان كان كل نجوم السينما في الفتره دي اللي هي السينما خطفتهم وحتى الجيل اللي قبلهم ما كانش فيه غير المسرح، فكان المسرح هو يعني المكان اللي بتنطلق منه اي موهبه حقيقيه بتتشاف. حتى لما جه الاستاذ يوسف شاهين والاستاذ توفيق صالح عشان يعملوا افلامهم الاولى بعد ما جم البعثات الخارجيه اتفرجوا عليه في المسرح. يعني انا قابلت الاستاذ توفيق صالح الله يرحمه قبل ما يتوفى، وقال لي احنا كنا بنروح نتفرج على المسرح القومي، وبعدين شفت بابا من هناك، شفته لقيته تقدم. يعني هو عمل 11 فيلم الاستاذ توفيق صالح، في 10 افلام لتوفيق الدين فيه، منهم البطوله اول فيلم بطوله ليه يوميات نائب في الارياف، اسمه اول واحد على التتر، فكان مؤمن بيه. فالمسرح بالنسبه له يعني متنفس ومجاله ومحطه انطلاق، ده حقيقي ابدع فيه. يعني عشان كمان اذا كان بياخد ادوار ربما تسمى ادوار تانية برغم اهميتها في الافلام، لكن هو كان بيعمل بطولات مطلقه في المسرح. لا هي الدراما كلها يعني لما نقول فيلم ما هو في ادوار اولى وادوار تانية. الادوار الاولى كان البطل مرتبط بشكل معين، وده ما يقللش ابدا من الادوار التانية، الاستاذ محمود المليكي، الاستاذ حسين رياض، الاستاذ ستيفان روستي، الاستاذ زكي روستم، ما كل دول ادوار تانية، فده ما يقللش بالعكس. يعني ما هنرجع للفنان محمود المليجي مع حضرتك بعد كده، لانه له اعتقد حكايه شهيره مع توفيق الدين عايزين نتحقق من صحتها، لكن اسمحوا لنا نستمتع مع حضراتكم باحد يعني منجزات قصور الثقافه، وهي فرقه الغربيه للفنون الشعبيه، ونشوف تابلو اخر من منتجاتهم. اتفضلوا.
كان أفريقي وأبويا أصله كان غافي وأبوها أصله كان غافي جاب لي الحنطور لففني الزور زغلل لي عينيا بطباق بنور لففني الدنيا طيارة ألمونيا لففني الدنيا طيارة ألمونيا وأنا زقة وأنا طير مكسور ما تخلي الطابق مصدور عيب عليك يا شطارة وتعيش العمر في الشارع وأنا زقة فشارة نرجع لضيوفنا ودكتور اشرف عامر رئيس هيئه قصور الثقافه. لا شك واحنا بنتكلم عن حفظ التراث ده احد المهام الرئيسيه المكلله لهيئه قصور الثقافه طبعا. وده شايفينه في حفظ التراث مثلا خاص ببعض المحافظات. عايزين نتكلم عن اهميه حفظ التراث واهميه عداله توزيع الخدمات الثقافيه بين القرى والنجوم والكفور على مستوى الجمهوريه. شوفي يا فندم، هم قضيتين كبار اللي انت حضرتك بتطرحيهم دول، قضيه المحافظه على التراث احنا يعني التراث المادي وغير المادي ايضا، لان احنا عندنا الامم المتحده دلوقتي مهتمه جدا بالتراث غير المادي. ولكن خلينا نتكلم في حدود التراث المادي اللي احنا بنتكلم عليه، الازياء الشعبيه والرقص الشعبي يعني ده الشغل الخاص بقصور الثقافه. يعني اولا ده علشان تحافظي عليه انت محتاجه، بالنسبه لنا اقول لك بصراحه عشان نتكلم كلام بجد، احنا محتاجين اعاده تجديد دماء اللوائح. اولا ابتداء من اللوائح الماليه اللي بتخلي الولاد دولت اللي هم بياخدوا فتات علشان يشتغلوا. صحيح. ها؟ صحيح. محتاجين ان احنا نعيد كل اللوجستي الخاص بيهم، يعني مصالحهم ولبسهم. يعني تخلي حضرتك انك تيجي في مكان فتلاقي ان اغلب الولاد بيستخدموا اللبس بفلوسهم هم بيكونوا. انا بقول كلام بجد. وبالتالي احنا فعلا محتاجين، وانا بدعو وكل ما اقابل معالي المحافظ بتاع اقول يا جماعه ان احنا محتاجين تكاتف الجميع، حتى لو كانت ميزانيه قصور الثقافه قليله بالنسبه للمنوط بها يعني. فيبقى نعمل اولا نعمل، وده اللي بقوله بقى مع شباب زملائي في الهيئه، ان احنا من خلال المتاح اللي في ايدينا نحاول نستثمره افضل استثمار، لان استثماره افضل استثمار صدقيني يحقق نتائج كبيره برضه. مش محاج وفي نفس العقل المصري الجمعي يعني. بالظبط كده. وفي نفس الوقت برضه ان احنا نشتغل مع كل مفتحين يعني على كل محافظين مصر، واغلبهم متعاون جدا على فكره يعني، واغلبهم محتاج ان هو ينمي يعني بعض المحافظين بيعمل خدمات لقصور الثقافه، عايزينها طبعا تتسع وتزيد يعني. ومحتاجين بالفعل ان احنا ميزانيه اكبر شويه علشان خاطر نعيد تهيئه القصور. يعني انا لما يكون عندك قصر ثقافه، يعني هقول لك على حاجه، مثلا دلوقتي احنا كان عندنا 44
مشروع السنه دي دخلناهم للموازنه في الباب السادس، مشاريع خاصه بالباب السادس، مش خاصه خاصه بالبناء والتجديدات ولا 44 مشروع طالبين فيهم 280 مليون، كان 66 مليون وتشال 22 مشروع. طب ال 22 مشروع اللي شالوا دولت انا بادئ فيهم، ما ينفعش يتشالوا، ده انا بادئ بقالي سنه وسنتين شغالين وفاضل بعضهم فاضلوا شويه صغيرين، فلما ما يتحطش في الخطه يعني انا هجمده. طيب وهجمد كمان حاجات انا محتاجها في بعض الاماكن والقرى، فاحنا محتاجين فعليا هذا الدعم. ليه؟ وانا بقول ده وانا عارف ان احنا في لحظه تاريخيه يعني مصر بتمر بتحديات عظيمه، بس التحدي الثقافي اعتقد ان هو التحدي الاهم. صح، التحدي الثقافي وان ما ادركناش ده مش هنتقدم خالص. وبالتالي لو انا عندي قدر من الميزانيه لازم اوجهها في لهذه الثقافه، لانه وقصور الثقافه على فكره كيان باعتقادي شديد الاهميه، يعني لو تم الالتفات اليه التفاتا حقيقيا والله مصر ما في غضون سنتين ما يبقاش فيها ارهاب، والله امان ما يبقاش طبعا أمان. لان انا لو ربيت الاطفال الصغيرين دول على الثقافه والفن، لو ربطت بين البيت وبين المنشاه الثقافيه سواء كان بيت ثقافه او قصر ثقافه او مكتبه، لو ربطت بينهم كما كان مربوط زمان، كان زمان الاسره كلها بعد الشغل الاب والام والشاب والطفل كلهم يروحوا قصر الثقافه. وعشان كده نشا جيل عشان كده قادر على بناء الوطن ده في فتره من الفترات، الفنانين والمبدعين والكتاب والشعراء. ليه؟ لان كان في ارتباط. لو عشان نرجع هذا الارتباط يا فندم لازم الاول المبنى اهيئه. طبعا محتاجه اهيئ الكادر الثقافي، محتاجه اديله تدريبات، ومحتاجه اديله ومحتاج افكر في طريقه مختلفه للماده الثقافيه اللي هتقدم والماده الفنيه. أيوة يعني ده كله، بس البدايه لازم اهيئ المكان. خلينا نرجع لحضرتك في تهيئه المكان وغيرها من المحاور الاخرى اللي حضرتك مهتم بتحقيقها. وبرده واجب التنويه ان حضرتك لسه متولي المسؤوليه من يوليو اللي فات فقط، يعني فهي شهور قليله او اقل من شهرين بنتكلم فيهم، ما نقدرش لسه برده نعمل كل حاجه، لكن التمنيات والامنيات ان شاء الله تكون عظيمه وربنا يسهل وتحقق ولو جزء منها. استاذ ماضي، توفيق الدقن كان شرير ظريف كلنا حبيناه، لكنه بيختلف في نوعيه الشر المقدم عن شر محمود المليجي، ومع ذلك كان معجب جدا بمحمود المليجي ومتاثر بيه، والاسره كمان كانت بتحب محمود المليجي. ده مصر كلها متاثره بمحمود المليجي طبعا، محدش متاثر. طبيعه العلاقه ما بينهم، وانا سمعت ان حصل ما بينهم اول لقاء في احد الافلام اموال اليتامى، وكان في موقف ما بين توفيق الدقن ومحمود المليجي. لا، هو طبعا كان ده اول فيلم يظهر فيه شاب يعني اخو مدام فاتن، وبعدين المفروض الاستاذ المليجي بيعتدي على الارض والحاجات كده، فهو بيتشدد ويروح يقف قدامهم كده، فكل ما يجي يصور يبص في عيون محمود المليجي ما يعرفش، يسكت مره اتنين تلاته، المليجي عمل ستوب وخده بقى، قال له تعالى، وخده على الكافيتيريا بتاع الاستوديو، قعد يأكل معاه وشرب القهوة والسجاير وكل حاجة، وقال له بقى أنا ومحمود وأنت توفيق في إيه؟ أنت ممثل كويس وأنا عارف وهتبقى حاجة كويسة جدا. بعد يعني شوية قال له يلا نسجل بقى، يلا نصور. فقاموا عملوا شوط جميل جدا، وبعدين من ساعتها بقى صارت صداقة. والمليجي الأستاذ المليجي رحمة الله عليهم جميعا كان يرشح بقى، يقول في واحد جديد اسمه توفيق الدين خدوه، أنا مشغول، فكان يدي فرص برضو يعني. فالأستاذ المليجي كان يعني محطة مهمة وركيزة، بلاش محطة دي، ركيزة مهمة في حياة توفيق الدقن. توفيق الدقن اتفضل يا فندم. شأن لا محمود المليجي يعني حاجة طبعا عظيمة طبعا. توفيق الدقن حاجة عظيمة، وهو على فكرة الجيل ده لأنه كانوا بيمارسوا الفن بحب، مش يعني الجزء المادي كان رقم اتنين في التعامل، رقم عشرة كان علاقتهم علاقة استمتاع، يعني بيبقى الممثل مستمتع وهو بيتفرج على زميله وهو بيأدي أداء عظيم. هما عاشوا بروح الهواة بالزبط. كل الوقت ولكنهم مختلفين، ويفرحوا يفرحوا لما يكونوا مع بعض جدا. لكن هو السؤال بقى السؤال الماضي بيه، قال له أنت إيه اللي أنت واخده على الفنان توفيق الحكيم في مسيرة حياتك معاه؟ يعني إيه اللي أنت توفيق الدقن ايه اللي انت وانت طول ما حياتك ده كان نفسك هو يعمله وهو ما عملتوش باعتبارك ابنه اللي كنت عايش معاه جوه البيت؟ هو طبعا انا شهادتي مجروحه، انا مش شايف لا اللي كان نفسي لكن انا كان نفسي يبقى عنده
الفكر التجاري، الوجه الاخر للعمله. يعني الفن برضو يحتاج، يعني الاستاذ عبد الوهاب وعبد الحليم عملوا شركه انتاج عشان يقدروا يعني يبقى في عامل استمرار. الاستاذ فريد شاوي، الاستاذ وجدي اباظه، حتى الاستاذ المليجي عمل انور وجدي، كله كله. فانا كنت احب دي، يعني لو انا كنت كبير شويه كان لازم هتحصل، كان لازم هتحصل. فدي اللي ممكن يعني ابقى انا شايفها ان فيها يعني فيها حاجه شويه. طبعا الفنان توفيق الدقن كان له علاقات واسعه جدا بالوسط الفني، وكان ممثل زي كل الممثلين في عصره عنده مواهب اخرى بخلاف الفن. ده اللي بنتكلم عنه بقى في بناء الشخصيه، الشخصيه اللي بتطلع بتمثل كل الادوار دي عندها خبرات تراكميه من حاجات كتير. اعتقد كان لاعب كره قدم في الزمالك لفتره، كان السكه الحديد بكسير. السكه الحديد في نادي المنيا ومنتخب ابلي، وبعدين طلبوا نادي الزمالك بقى، لكن هو ما راحش لان كان اسمه نادي الملك. فكان اللي يروح يكرموه ياخدوه ضابط فيروح الكليه الحربيه يحلقوا له شعره زيرو. فهو دي كانت مأزمه قوي، لانه اعتز بشخصيته كده كانه يقرا اللي جاي، يعني انه هيبقى جزء من شخصيه فنيه كبيره يعني. فراح السكه الحديد، فما راحش الزمالك. ايام ما كسبت الاهلي سته، ايام ما كسبت الاهلي بخلاف كره القدم كان له هوايات اخرى، كان بطل بوكس برضه في المنيا، لان هو من المنوفيه لكن عاش حياته في الصعيد. فكان بطل بوكس واوسمه كتيره خدها جدا وبطولات كتيره جدا في المجالين دول يعني. جميل، وده بينعكس اكيد على الشخصيه، وده هيرجعنا للدكتور اشرف قد ايه الخبرات التراكميه للافراد والثقافه، سواء ثقافه رياضيه او فنيه او ادبيه، بتاثر على حياته وعلى ادائه كشخص بعد كده. توفيق الدين كممثل، واحنا كلنا في حياتنا لو عندنا خلفيه معرفيه اكيد ده هياثر على سلوكنا ويرتقي بينا كتير جدا. حضرتك بتواجه مشاكل فيما يتعلق بالابنيه كنوع من انواع المبنى اللي يساعد على ايجاد النشاط، لكن في ايضا عقبة أخرى هتكون هي إن الناس بدأت تبعد عن قصور الثقافة، وبدأت الصورة الذهنية لصورة الثقافة لم تعد متضحة كالماضي. إزاي نعيد الصورة الذهنية الجيدة لقصور الثقافة في نفوس الناس عشان يقبلوا عليها مرة أخرى ويعرفوا تعالوا هنقدم لكم خدمات، تعالوا هنحتضنكم، ويبقى في خدمة تفاعلية ما بيننا وما بينكم. بصي يا فندم، الصورة الذهنية تشكلت وتكونت، الصورة الذهنية الطيبة عن قصور الثقافة تشكلت إزاي؟ لما كان القصر موجود، المبنى موجود، غرفة الموسيقى فيها حد بيدرس موسيقى، يعني فيها ورشه موسيقى وموجوده وفيها آلاتها، وغرفه الرسم نفس الحكايه، والمكتبه فيها لغايه اب تو ديت، اخر لغايه اخر كتاب بينزل، سواء كانت مكتبه اطفال او مكتبه كبار، وبالتالي وكان قاعه الندوات والمسرح شغال والحمايه المدنيه فيه طبعاً موجوده. لما ده بيحصل يا فندم، كان وانا كاسره لما بروح لمكان مهيئ كده بالتاكيد وبلاش من غير ولا مليم كويس، يبقى انا ايه اللي يخليني اي خروجه اخرى هتكلفني فلوس كتير جدا بالظبط كده، ايه اللي يخليني ما اروحش يعني. لما بدات يعني عشان كده بقول لك القرار، يعني انا رايي ان كان هناك قرارا سياسيا بان ما يبقاش فيه ثقافه، او ان ما يبقاش فيه دوله، يبقى فيه يعني جثه تتحرك انا حي حضرتك على الرؤيه دي، لان دي كان فعلا كل الناس كانت حاسه بيها، يعني جثه اللي عندهم الوعي الجمع العاطفي دول كانوا يحطين ايديهم على هذه الجثه يا فندم، بيتحرك فوقها الحشرات والبس يعني بتدوق، يعني تصبح كالمهره كده يعني حركه الثقافه يا فندم. فهي الحكايه لما كان القصر مهيئ بهذه الصوره، وكانت الاراده السياسيه عايزه تثقف الناس وتوعي الناس، وعندها قضيه قوميه وعندها وعي قومي وعندها وعي تاريخي بمسؤوليتها، وعايزه تربي نشأة على قضيه وعندها هدف وفي استراتيجيه موجوده وفي اليات لتنفيذ الاستراتيجيه دي، لما كان ده كله موجود كان القصر منور وكان الناس بيتهم. لما ده كله خفت وبدات ينزل وبدا ده ميبقاش موجود، وإيش قادر استخدم بقى القصر، غرفه الموسيقى ما فيهاش اله موسيقيه واحده، والمكتبه فيها شويه كتب، والمرسم بيشتروا الالوان بالعافيه، ووقت ما يجي المسؤول بس عشان يعملوا شويه رسم للاولاد ويتصور معاهم ياخد لقطه. لما بدا يبقى كده خلاص اكيد لا انا هروح اعمل ايه، ما هو المكان ما بقاش غير مهيئ، وعشان كده انا بقول تهيئه المكان ده جزء اساسي. فقدنا حكايه التذوق الفني بالظبط، انت فقدت مصر يا ريس، اي حد يطلع في اي لون من الالوان الفنون او الثقافه لا نسقف ولا حاجه يعني، بس معجبين ونديله فرصه للظهور،
وألبوم ويبيع ومسرحية ويتفرجوا ومسلسل أو فيلم ملوش أي قيمة الناس تروح. أعتقد فقدنا إنه التصور يعني فقدنا ده فقدت مصر مش فقدت التصور. أنت بمجرد أنك أنت عملت كده يعني أصلا القضية مش خاصة بقصور الثقافة ولا خاصة بوزارة الثقافة. القضية خاصة بأن أنا شايف نظرتي لكيفية النهوض بهذا الوطن. في فندم حاجة بتقول لك حاجة مهمة جدا, بيقول لك أنت في عيون الناس ما تراه بعينك. يعني أنت شايف نفسك إيه هيبقى هذه الصورة صحيح. هي اللي قدام الناس. فأنا شايف مصر إيه, أنا شايف مصر مجرد شوية بني أدمين عايشين يأكلوا ويشربوا, المهم إن هم ما يقوموش ينتفضوا ضدي وما خدش أي قرار يساوي إن أنا أقدمهم لقدام. ولا أنا شايف مصر دولة عظيمة أو يجب أن تكون كذلك كما كانت, وبالتالي باخد قرارات حتى لو كانت القرارات دي قاسية ويعني شديدة القسوة على الناس, بس فيها قدم الإصلاح. إيه اللي يخلي الشعب المصري النهاردة على الاعتذار معلش هطول, يبقى البنزين بخمسة جنيه ومستحمل والرغيف بجنيه ومستحمل ولما غيري تعريفة ما استحملش. هو إحساسه بأن في تصور لبكرة والأمل شيء في أمل جدا. في تصور لبكرة, في تصور أنه ومصدق لسه في أمل دايما طالما عندنا نماذج مشرفة زي فرقنا اللي تابعة لها قصور الثقافة وزي حضراتكم ومثقفي مصر اللي احنا بنأمل لهم يحملوا الراية. هنشوف تابلو آخر من حضراتكم فرقة الغربية للفنون الشعبية. تفضل. مغرم يا آل البيت عاشق أنا وحبي طه النبي ويا ريت طه النبي ويا ريت بقول يا ربي رضاي وفي المعاصي هويت يا ما يا قلبي عصيت وفي المعاصي هويت يجعل بإني يا ريت يجعل بإني يا ريت رب العيبة في راني الله على الأبواب طلب رضا الأحباب واقفين على الأبواب طلب رضا الأحباب قلبي فواك الباب قلبي فواك الباب بقول يا ربي رضاي الله 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 على رسول الله ايدك يا حبيبي ايدك يا
إلى رحاب يسربين إلى ضياء الموكبين إلى السبيل طيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي سعيا إلى نور النبي الهادي والرحمة المرى على العباد سعيا إلى نور النبي الهادي والرحمة المرى على العباد ومن يعادي الله فليعادي صبرا جميلا يا قلبي إلى رحاب اسربي إلى ضياء الموكبي إلى ضياء الموكب إلى السميع الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي صلوا على رسول الله حسد من شر الحاسد الحسد يا عين حاسد ما قربي حب وكرامة للنبي حب وكرامة للنبي أم النبي خير أنا مشاف مانا اليوم مولده قالت كلام بردده يا بركة الله إله يا بركة الله إله احمي والدي من حسد من شر الحاسد الحسد يا عين حاسد ما قربي حب وكرامة للنبي حب وكرامة للنبي صلي وسلم وبارك عليك يا محمد يا نبي المؤمنين وسلم وبارك على أهل بيتك أمان اصطفى لله العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم وبارك عليك الصلاة وأزكى السلام يا خير نبينا وخير أداء عليك السلام برافو الله عليه وسلم جميل شكرا ليكم نرجع لضيوفنا ونتكلم ان كل ورا فنان عظيم بنشوفه على الشاشه اكيد انسان له قصص وحكايات نتعرف بقى على الجانب الانساني يا استاذ ماضي في حياه توفيق يعني علاقته باولاده وبزوجته والله الحته دي الجانب الانساني دي انا موضوع يعني حتى ما اقول لهم انتوا هتقولوا لي الجانب الانساني يبقى هقول لكم سلام عليكم اقول ايه هقعد اقول راجل طيب كان راجل فيعني ما هياش يعني هو كان اب عادي الناس يعني بتبقى مشتاقه جدا انها تعرف هل توفيق الدين يعني على شاشه السينما زي ورثة الشاشه لا طبعا لا هو كان له مقوله ان لو اللي هيعمل الشر ده بقى يعني شرير برضو وفاسد او معتادي كده في الحقيقه ما نخرج الناس بتوع السجون يعملوا بقى الادوار دي احسن هيبقوا اصدق الناس من كتر صدقه الفني كانت بتصدقه وتعتبر ان هو كده فعلا حصل له مواقف في الشارع الناس يعني كانت بتعتدي عليه نتيجه لتصديقهم ان هو لص او سكير او غيره هو عشان في المسرح يعني من مدرسه التقمص يعني هو في المسرح دي اطفت عليه المساله دي يعني الناس بدات تصدقه في الحكايه لانه كان يعني مره كنت عند الاستاذ عصام الجنبلاطي الله يرحمه وبعدين بنتناقش كتير فبقول له مسرحية الناس اللي تحت عملها الأستاذ صلاح منصور ثم بعد كده عملها توفيق الدقن والاثنين اشتهروا من خلال هذه المسرحية الكبيرة يعني فمين أحسن؟ فأنا بسأله سؤال يعني صداقة كانت تسمح أن أنا يعني أعرف من الكاتب الكبير ده إيه الحكاية؟ رأيه في الأداء فقال لي صلاح وأنت داخل من يقدر يتكلم معاك في أي حاجة يعني في أي حاجة فيك إنما توفيق هو الأستاذ رجائي من اول ما ينزل من بيتهم لحد ما تخلص المسرحيه ويمكن بعدها كمان يعني تقمص من بيته فده اداله نوع من المصداقيه يعني والاتقان فالاستاذه نهله اعتقد قصدها كمان حاجه يعني هو في البيت كان شخصيه يعني انماط الشخصيه يعني كان راجل كان شخصيه انسحابيه متفائله كان شخصيه اكتئابيه شخصيه لا متفائله شخصيه جدا. ايه من المشاهدين المهتمين ايضا بمعرفه تبعته في المنزل يعني هو شخصيه ايه جوه البيت مش مهم تفاصيله تبدو عاديه بالنسبه للاهل يعني شخصيه من النوع الاكتئابي من النوع المنسحب بيحب يقعد لوحده من النوع المتفائل
من نوع الاجتماعي قوي يعني. لما بيكون في عمل بيبقى انسحابي ويقعد مع نفسه طبعا. لكن هو متفائل على طول يعني، وكمان متفائل يعني، كان دايما عنده امل ان مصر هتبقى احسن كتير يعني. من زمان يعني دايما عنده الحته دي والرؤيه دي والتفاؤل باستمرار. هم كل المبدعين الكبار يا معالي استاذ ماضي استاذ مشار، كل المبدعين الكبار عندهم استبشار تاريخي ده كمان يعني، دايما عندهم حتى لو كانوا عندهم اكتئاب لحظي يخص بس عنده استبشار تاريخي، عنده ان القادم أفضل. اهم وافضل واحلى طبعا. العلاقه كمان بين المبدع وبين الوطن، المبدع بيكون وطني دايما طبعا يعني، طبعا حاجه متلازمه. هو كان دايما حتى لما في السينما وقفت هنا هو فضل ارتباطه بالمسرح القومي والاذاعه يعني يمكن سافر عمل فيلم واحد او فيلمين في لبنان، وكان من باب التفاؤل كانت الناس كلها تتشائم من رقم 3 ده، هو كان شايله في جيبه 3 و13. لا يا راجل انا اتفائل بده. ثلاثة طبعا، لا 13 معلش، بس 3 ده في العرف جدا. لا ده في العرف العرف الشعبي وفي العرف الديني الاثنين معا، الشعبي ما قبل الاديان والديني، رقم 3 ورقم 7 من الارقام الارقام الحظ. لا 7 طبعا، لكن 3 و3 فهو كان يتفائل بيهم قوي. طبعا طبعا، رقم 3 هو الرقم اللي في كل السير الشعبية طبعاً. عندما يذكر يبقى فيه مساحة الحل يعني، مش عارف ترمي 3 تفاحات في التسعة في حد 3 في مزيد يبقى هي، فدايما دايما رقم 3 مصدر صحيح. بس عند العام 13 بقى هو 13 فهو كان شايلهم في جيبه ارقام 3 يعني. هو مش بيخضع لمسلمات، لا لا، وعنده عنده ضد الرتابة وضد الجمود ضد القهوة ضد المسلمات الجاهزة بالظبط بالظبط. ما كانش يعني عاوز يمثل طبعا في المسرح، هو يمثل ادوار مختلفة لكن في السينما ربما دور الشرير هو اللي طاغي. المسرح بس شرير مش نمطي يعني، شرير متنوع يعني. لو مسكت حضرتك عينة عشوائية من أفلامه حتى السينمائية هتلاقي إن في مراتي مدير عام، غير في صراع في المينا، غير في يوميات نائب في الأرياف، هتلاقي غير في وداعا أيها الليل عضو مجلس الشعب الفاسد الفاسق يعني، هتبقى مجموعة الشر عمله بأشكاله المختلفة. ما جاش عمل على طول كده بقى المعلم مش عارف، لا ما هو خد عمل حتى في الافلام القديمه كلها بتاع بورسعيد مثلا، الخائن اليهودي ما يعني ما وهو صغير في السن، احبك يا حسن، مختلفه الادوار مختلفه صحيح. هو نقدر نقول عليه هو كان يشكل الطرف الاخر من الصراع يعني، الحياه كلها ابيض واسود لازم هي صراع ما بين الضاد يعني عارف ازاي. فهو الطرف الاخر من الصراع دايما ايا كان بقى مكانه من موقعه من المصارعه فهو ده. لا هو كمان الجميل انه الناس ممكن تطلع من الفيلم ناسيه البطل مين، لكن ما بتنساش توفيق الدقن. لا هو ما يعني هو ما بطل في اي فيلم هو موجود. ما هو كان كده لان هو يقول ما فيش دور كبير دور صغير، في ممثل كبير وممثل صغير. هو فعلا كان ممثل كبير. اسمحوا لنا نشوف مع بعض تابلوه تاني من فرقه الغربيه للفنون الشعبيه ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا. اتفضلوا.
اتشطر وما لها وام. قولين راح يملى القلة اتشطر وما لها وام. قولين راح يملى القلة السحلة وبد الخيام. قولين راح يملى القلة اتشطر وملاها وام. قولين راح يملى القلة سحلة وغل الطيار. يا علي اسحب سيفك واضرب على كيفك. يا علي اسحب سيفك واضرب على كيفك. شالك الوردي يا خلينا. شالك الوردي حزمني. شالك الوردي يا خلينا. شالك الوردي شالك الوردي حزمني. شالك الوردي يا خلينا. شالك الوردي انا بنت عمك يا سلام عليا. انا بنت عمك يا سلام عليا. اتحزن بشالك واسوق دلالك وانا دايما في بالك وانت اولى بيا. انا بنت عمك يا سلام عليا. انا بنت عمك يا سلام عليا. البس لك قطيفه وقلع لك قطيفه وعد لك ظريفه وانت اولى بيا. انا بنت عمك يا سلام عليا. انا بنت عمك يا سلام عليا. البس لك ليموني وقلع لك ليموني واشيل لك جوا عيوني وانت اولى بيا. انا بنت عمك يا سلام عليا. انا بنت عمك يا سلام عليا. يا شمس هل ونوري وسلمي لي عرقالي. شالك الوردي شالك الوردي شالك الوردي شالك الوردي. نشكركم شكرا جزيلا على التابلوه الرائع ده. ونرجع لضيوفنا ونقول بقى الشاعر والدكتور اشرف عامر. لان الانسان لما يكون هو نفسه يعني مؤمن بالثقافه وبيمارسها في عمله وفي هوايته الموضوع بيفرق كتير. طبعا الشاعر طغى على رئيس هيئه قصور الثقافه ولا العكس؟ على اي حاجه على اي حاجه. لكن ممكن العمل الاداري يعطلك عن موهبتك الاساسيه؟ اكيد اكيد بيعطل بس بيشحن. يعني انا يعني اعتقد ان الحياه بكل ما فيها من مشاكل ومشغوليات وجمال وسخونه وبرود ده بيبقى ماده خام للمبدع ايا كان ابداعه ايه. ماده خام بتشتغل معاه في اللاوعي لغايه ما يجي لحظه التغيير فيبدا يشتغل يطلعها. فاعتقد انها بتبقى مكتسبات مهمه
في 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 العمل الفني يعني بشكل عام ايا كان الفنان ايه يعني. يعني لو كان فنان بصري بيشتغل على اللوحه وكده بتلاقيه بيلخص الحياه كلها في لحظه يعني مشاهد من اقدم الاقدم وهو في الطفل لغايه امبارح كلها بتتجسد عنده. لو هو شاعر بيركز في بيطلع بيت او صوره شعريه او مشهد شعري بيضم لحظة من قديم جدا ولحظة من حديث. فأعتقد أنه صحيح بأنه بيعطل وصحيح أنه هو بيشغل أحيانا ولكنه بيشكل مادة خام لإنتاج قادم يعني. صحيح. توفيق الدين الأستاذ ماضي كلنا بنتفرج عليه لكن ممكن إعادة المشاهدة تخلينا نتفرج على بعض اللقطات اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منها ومن عظمتها. ايه المشاهد اللي حضرتك بتتوقف عندها او تشوف انها كان مشهد عظيم او دور عظيم لكن يمكن ما خدش حقه من الشهره زي ادوار اخرى حضرتك قلت مثلا كان فيها افيهات او حاجات هي اللي ربما جعلت منها ادوار راسخه في ذهننا اكتر من ادوار اخرى؟ لا هو في روايه في المسرح اسمها خيال الظل للحقيقه استاذ الدكتور رشاد رشدي. الدور ده ما خدش حظه من الشهرة مع انه دور يعني كان المرة الاستاذ محمود حميدة كان بيتكلم فقال احنا كنا بنروح نتعلم الاداء في الرواية ديت من توفيق الدين وهم شباب يعني الجيل ده وهو شباب. فديت الدور زوال في خيال الظل ده اعتقد ان هو ده يعني ما خدش حظه في وكان يجب انه يبقى ما بتتعرضش حاجات ما بتتعرضش مسرحيات عظيمة جدا ما بتتعرضش. هي اعتقد انها في مكتبه التلفزيون موجوده موجوده بس بتتعرض بعد ما الناس بيناموا. صحيح هي بتعرض في وقت متاخر شويه لكن هي الحقيقه احنا عرضناها على شاشه القناه الثانيه ربما اكثر من مره في برنامج بعنوان كنوز مسرحيه لان احنا اعتبرناها من الكنوز المسرحيه التي تستحق مسرحيه بدايه ونهايه لانه عمل دور حسن ابو الروس كان في الوقت ده بيعمله الاستاذ العظيم فريد شاوي في السينما وناجح جدا وهو كان بيعمله في المسرح فكان في منافسه جميله جدا جدا وكان الاستاذ فريد يروح له المسرح يقول له كويس وبرافو انت عملته كويس جدا. دكتور اشرف في وسائل كتيره جدا ممكن ان احنا نقدمها للناس او هم محتاجينها ومتعطشين ليها، المسابقات، اكتشاف المواهب، القوافل الثقافيه، السينمات ودور العرض، في حاجات كتيره محتاجينها، طبعا الميزانيه انا عارفه انها محدوده شانها شان كل المؤسسات اللي في الدوله بنتمنى ان شاء الله ان يكون تركيز الميزانيات على الثقافه في الفتره القادمه اكبر بكتير، ده مطلب اعتقد لازم يكون شعبي مش بس يعني من قبل المسؤولين الثقافه. ارجوكم. فازاي يعني بتعنى بكل هذه الاشياء او ايه اولوياتك فيها بالنسبه للمواطنين؟ والله يا فندم انا الاولويات يعني زي ما الكاتب الكبير الاستاذ حلمي نمنم وزير الثقافه في بدايه التكليف ففكره العداله الثقافيه بشكل عام في ربوع مصر كلها وفكره تنميه جنوب الوادي بشكل محدد يعني. العداله الثقافيه بتتطلب ان احنا نخش في كل متر من امتار جغرافيه مصر. ونحاول جاهدين ان احنا نستخرج من هذه الاشبار جميعا المقومات الفعليه بتاعه كل مجتمع صغير، كل قريه، كل محافظه مقوماتها ايه؟ وماذا يصلح ما يصلح لها وما لا يصلح لها؟ لان ما يصلح في جنوب الوادي لا يصلح في المركز او لما يصلح في جنوب الوادي لا يصلح في شمال البلاد. لا يصلح ليه؟ لان الطبايع فيها قدر من الاختلاف مع الاختلاف كمان الايديولوجي والفكري بشكل عام والثقافي بيخليكي محتاجه انك تعملي مجموعه مجسات مجموعه دراسات سريعه كده لمتطلبات كل منطقه. ده اللي انا اشتغلت عليه وبشتغل عليه دلوقتي من اول ما مسكت ان احنا نعمل دراسات صغيره بسرعه ان احنا نقول ان ده هنا محتاج ايه وهنا محتاج ايه ثم تبدأي بعد كده تعملي خطة وتحطي جدول زمني يعني من خلال رؤية محددة يعني تحطي جدول زمني وتشتغلي على وتحطي آليات. يعني مثلا بقول لسه كنت بكلم حضرتك أنا جزء مهم بالنسبة لي الاهتمام بالموهوبين في مصر كلها. طيب احنا بنعمل ملتقى واحد للموهوبين في السنة فجيت امبارح قلت لا هاخد من ميزانية أي حاجة وأحط وأعمله 12 ملتقى. ليه 12 ملتقى؟ علشان ده بالنسبة مركزيا ثم يبقى بعد كده على مستوى الاقاليم كلها. ليه؟ عشان يبقى عندي حصاد شهري من كافه
الفنون من فن تشكيلي ومن رسم ومن موسيقى ومن شعر وبتاع، ويبقى في اخر الشهر بنقول احنا اكتشفنا ايه وعملنا ايه، ثم ادي جايزه لافضل حد فيهم. وبالتالي بقى انت غصب عنك بهذا القرار البسيط ممكن تحركي المياه الراقده في العمل. يعني الناس يبداوا غصب عنهم عايز يعمل حاجه في نهايه الشهر، فلازم يكتشف ولازم يدور ولازم يجيب ناس ترسم، يبقى لازم القصر يشتغل. بنحاول انا وزملائي في الهيئه قدر المستطاع دلوقتي ان احنا نحط ايدينا على المجسات. يعني احنا انا شايف مثلا ان المسرح احد اهم على الاطلاق اهم الادوات المساعده على نشر ثقافه ومحاربه ارهاب. طبعا المسرح، المسرح كل حاجه، المسرح فن تشكيلي والمسرح موسيقى والمسرح شعر والمسرح قصه والمسرح كل حاجه طبعا. المسرح كل حاجه طبعا. وبالتالي لو انا خليت الولاد يشتغلوا ورش مسرحيه ويشتغلوا مسرح بكثافه شديده واولته اهتماما كبيرا وزودت ميزانيته، وانا زودت ميزانيته للضعف السنه دي يعني العام القادم ده، اعتقد ان ده يساوي ان انا هو ده بقى ده اللي بقول عليك في البدايه ده دي ده محاربه الارهاب. محاربه الارهاب مش لازم اعمل محاضره اسمها نحن نحارب الارهاب، لكن ان انا افعل الثقافه الفنيه الفنيه. طبعا الوقت تداركنا، فلو اخيرا استاذ ماضي انا عارفه ان توفيق الدقن يعني حصل على العديد من الاوسمه والجوائز في عهد جمال عبد الناصر وسام العلوم والفنون، حصل على جائزه من المسرح القومي وغيرها من الجوائز الاخرى، تحب تقول ايه في ختام حلقتنا عن توفيق الدقن قبل ما نسيب بقى الفرقه تقدم طبلوها الاخير؟ لا اقول هو يعني جزء من تاريخ الفن في مصر، وان حتى لما اي فنان بيتكرم من الدوله هو تكريم للفنان الفن كله وللفنانين كلهم، فانا بقول له جزء من تاريخ الفن. ودايما اقول مكان شاغر ما فيش حد، يعني يعني ممكن يكون في الوان اخرى لكن اللون ده لازال يعني مفتقدين. انا بشكر وجود حضراتكم معانا، شكرا جزيلا، وكانت جلسه ما بين الفن والثقافه وهما متقاربان ومتلاصقان توأم. والله انتوا اسعدتونا بلقاء معالي الباشا دكتور اشرف، سعدنا بوجودكم ويعني سعدنا بان الجلسه تحولت الى جلسه صداقه الى جانب كلها جلسه استمتعنا فيها مستوى شخصي. شكرا جزيلا لوجودك الشاعر ودكتور اشرف عامر رئيس هيئه قصور الثقافه، شكرا جزيلا لوجودك استاذ مولي توفيق الدقن معانا، شكرا جزيلا. شكرا للفرقه وحضراتكم تقدموا لنا اخر لقاء، شكرا لاعزائنا المشاهدين، ده نهايه حلقتنا، هسيبكم مع هذا التابلو وغدا ان شاء الله حلقه جديده، الى اللقاء. اشوفك يا غايب عن عيني، 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 يا غايب عن عيني